السلام عليكم. اليوم نروح للمشروع نتاع بناء مستشفى ببلدية رغاية، وهذا المستشفى يتسع لسعة 120 سرير، والأشغال عندها حوالي 6 شهور من اللي بدات، ونسبة الأشغال راهي يعني جيدة بالنسبة يعني للتاريخ تاع بداية المشروع هذا. إذا إن شاء الله يكتمل في موعده، وللعلم أنه في إقليم ولاية الجزائر العاصمة فيه 3 مستشفيات راهي قيد الإنشاء حاليا بسعة 120 سرير، اللي توجد في بلدية عين بنيان، وكذلك في بلدية براقي، بالإضافة إلى هذا اللي راه موجود في بلدية رغاية، على غرار المستشفى الكبير اللي بدات الاشغال فيه في مدينه سيدي عبد الله، واللي يتسع ل 400 سرير، وكذلك فيه مشروع اخر تاع مستشفى خاص لمجمع السواكري يقع ببلديه مفتاح ولايه بوليده، ويتسع الى 380 سرير مع شريك امريكي. اذا هذه هي المشاريع تاع المستشفيات الموجودة في ولاية الجزائر العاصمة. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.